بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأجمعين. إن شاء الله النهاردة في هذا الفيديو هنكلمكم عن أسعار البلح في محافظة الوادي الجديد، لأن السعر والله السعر بادي بتحفة. يعني هنا احنا دلوقتي في سنة 2023 أول الموسم، يعني السعر لسه بيبتدى أهو، والسعر عندنا تحفة تحفة تحفة. تمام، وهقول لكم السعر بالتفاصيل، البلح الصغيرة والبلحة الكبيرة. تمام، هقول لكم بالتفصيل ان شاء الله في هذا الفيديو. ما تنساش اول حاجة تضغط زر اللايك وتشترك في هذه القناة وتفعل زر الجرس عشان الفيديو يوصل لغيرك. ويلا بينا نبدأ الفيديو عشان ما نطولش عليكم. يلا بينا نقول لكم السعر بكام. طبعا سعر البلحة الصغيرة ب28 جنيه، ب28 جنيه دي البلحة الصغيرة. اما بالنسبة للبلح الكبير اللي هو عند اغلب الناس ده بيعاقب ب30 جنيه، يعني السعر بادي تحفة. السنة اللي فاتت طبعا ما كانش الاسعار دي، تقريبا كان 21، ولكن هذه السنة دي بادية بموسم خير الحمد لله، وزي ما قلت لكم ب30 جنيه هذا الموسم البلح الكبيرة. وبس كده نتوجه نهاية هذا الفيديو، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.